افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صباح اليوم معرض سيتي سكيب جلوبال في دورته 14 والذي يعد من أهم المعارض العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وتستمر فعاليته حتى 10 سبتمبر الجاري بمشاركة 300 عارض من نحو 30 دولة بما فيها دولة الإمارات، وضمن مساحة 40,000 متر مربع بنمو يناهز 30% مقارنة بدورته الماضية 2014. وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للحضور البارز للشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية في المعرض السنوي، وتقديره للمشاريع الضخمة والمتنوعة التي تطرحها من خلال المعرض، مؤكدا سموه أن قطاع التطوير العقاري يمثل محورا مهما من محاور الاقتصاد الوطني، كون التطوير العمراني مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحراك الاقتصادي القوي وحركة التنمية الشاملة التي لا تهدى على أرض الدولة، بما يواكبها من زيادة في الطلب على خيارات عقارية متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية. وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمستوى المتقدم للمشاريع المطروحة من قبل شركات التطوير العقاري الوطنية، ووصفها بأنها تمثل طفرة في معايير التشييد والبناء حول العالم بما تشمله من تصميمات وخيارات متنوعة تناسب كافة الأذواق وتلبي جميع الاحتياجات.